لا يقول لك الشعب التونسي في الأخير لا تهم هذه الصراعات الإيديولوجية والخلافات السياسية والتناحر السياسي بين كل الأطياف، ما يهمه هو في الأخر قفته واللقمة نتاعو اللي اليوم يجد مشكل كبير في توفيرها. اليوم ثم غلاء أسعار غير مسبوق، اليوم ثم نسبة تضخم وصلت إلى 7.2% كما أشار ذلك المعهد الوطني للإحصاء، اليوم ثم فقدان للمواد الأساسية. إذن كان نحكي إحنا اجتماعيا ثم معاناة كبيرة اليوم للمواطن في ظل سلطة الانقلاب، هي معاناة ليست جديدة ولكنها معاناة تقريبا مستمرة منذ الثورة، مما يعطي انطباع أن هذه الثورة لم تنجح في تحقيق أهدافها لحد الآن، وأنه من العشرية ما يوصف بالعشرية السوداء لم تحقق ما كان يرتجى من تحقيق للتنمية ولتحقيق للرفاه الاقتصادي والاجتماعي. شوف، صحيح الصورة اللي كنت توصف فيها على وضع المواطن، يعني وضعه الاجتماعي ووضعه الاقتصادي اللي هو متردي. المواطن اليوم كما قلت القفة أصبحت شغله الشاغل، هذاك علاش قلت يجب أن تتضافر كل الجهود، معناها أن لا نضيع الوقت في مسائل ليست من اهتمامات الشعب التونسي، ليست من اهتمامات المواطن التونسي اللي هو مشروع قيس سعيد، اللي هو آخر اهتمامات المواطن التونسي. تغيير النظام، تغيير النظام الانتخابي، تغيير شكل الحكم إلى آخره، هذا الكل ما هوش من اهتمام من اهتمامات الشعب التونسي. شوف العشرية السوداء، مسألة العشرية السوداء أنا أعتقد أن هناك معناها كثير من التجني على، يعني العشرية ما يسمى بالعشرية السوداء، شوف جابت لنا الحرية، جابت لنا الديمقراطية، تعرف اللي 3 سنوات الأولى معناها نسبة النمو كانت تتجاوز 3% من ما يسمى بالعشرية السوداء. في العشرية السوداء لم نعش معناها نقص في المواد الغذائية، لم نعش هذا الغلاء الفاحش في الـ في الـ في الأسعار، بحيث هناك تجني. صحيح هناك طبقة سياسية لم تحسن تسير الأمور، واعتقد وأن التغيير المنشود في سلوكيات الطبقة السياسية من سيقرره الشعب التونسي، يجب على الشعب التونسي من خلال الانتخابات إن شاء الله تكون في أقرب الأجال، من خلال الانتخابات أن يختار من هو الكفيل بأن يكون في الموقع المسؤولية حتى يمثله معناها تمثيلا صحيحا. هو المفروض أن أنتم كنخبة تحضروا زاد بديل تتقدموا به للشعب، بديل اقتصادي، بديل اجتماعي. إذا كان إحنا نقول أنه ثم خلل اليوم في المنظومة الاقتصادية، ثم خلل في المنظومة الاجتماعية، الأصل فيه أنكم كنخبة اليوم مفروض أنكم تقدموا ببديل. أي بديل أنتم تقدموه كنخبة موجودة في البلاد اليوم؟ شوف أنا قلت لك النخبة أول حاجة يلزمها ساعة توحد صفوفها، وبعد لا توحد صفوفها تضع معناها نصب عينيها مصلحة الوطن، وتضع على الطاولة المشاكل المطروحة في هذا الوطن، ومعناها تبني على هذا، على أساس هذه المشاكل تبني معناها المشروع الإصلاحي اللي واجب معناها القيام به من أجل الخروج من هالمأزق ومن هالوضعية المتردية التي تعيشها بلادنا. هو سلطة الانقلاب تعيش أيضا أزمة مالية حادة في ماليتها العمومية، بسبب خاصة تقريبا غلق حنفية التمويل من طرف الأطراف الأجنبية. اليوم كأنه ثم عقوبات اقتصادية غير معلنة من طرف المانحين الدوليين بسبب عدم الاستقرار وعدم الوضوح السياسي في البلاد. يعني الموقف الدولي هذا، هل تعتبره أن الموقف الدولي قادر أن يصمد في إطار مطالبته بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وأيضا العودة للمسار الديمقراطي، أو أنه في الأخير يمكن أن يتعامل مع الواقع التونسي ببراغماتية كما ربما لمح إلى ذلك الوفد الأخير اللي زار تونس، وفد البرلمان الأوروبي؟ شوف، تعرف الخارج لا ينظر إلى في الحقيقة إلا إلى مصلحته. هو معناها مصلحتنا احنا تأتي، مصلحة الشعب التونسي، مصلحة تونس تأتي في الرتبة الثانية، لكن هما معناها مصلحتهم اولا ان تكون تونس دولة مستقرة، لان في عدم استقرار البلاد يعني فيه تهديد لأمنهم،
فيه تهديد لمعناها الأمن المنطقة كامل. تعرف الله اللي قدر لو كان تونس تدخل في دوامة انت عدم استقرار، دوامة انت عنف، معناها الهجرة الغير منظمة وقوارب الموت ستحل بالجيران بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما يساعدهمش، بحيث أن أمن تونس في يعني مربوط بأمنهم كذلك. وبالطبع هما معناها على هذا الأساس يعتبروا أن عدم الاستقرار السياسي معناها يشكل خطر على الأمن نتاع تونس، وعلى هذا الأساس ذاك علاش هما قائمين بمساعي هك شفتهم البارح معناها في بعض الوفد البرلماني الأوروبي معناها في رسالتين تقريبا قال، وأن معناها هما مستعدين باش يساعدوا الشعب التونسي، وأن معناها رسالة إلى قيس سعيد، يا قيس سعيد راهي تونس كنا نعتبروها منارة في العالم العربي، منارة للحرية والديمقراطية، واليوم على الأسف الشديد تونس يحكمها شخص واحد، الفرد الواحد، لا يمكن بأي حال من أحوال أن تتشكل منه، أن نبني على أساسه ديمقراطية. هذه الرسالة الأولى. والرسالة الثانية وأن راه يا قيس سعيد أنت منتخب من طرف الشعب، كذلك راه النواب هم منتخبين من طرف الشعب، وبالتالي راهي الإرادة الشعبية هي التي تقرر. يعني هذو الرسائل الاثنين أنا في اعتقادي أنا هامين جدا، ويجب أن معناها لرئيس سلطة الانقلاب أن يفهم هذه الرسائل بدون الدخول في مسألة التدخل الخارجي وما التدخل الخارجي، تعرف والسيادة الوطنية وما أدراك ما السيادة الوطنية، كل العنطريات. أنا أعتقد أن اليوم معناها العالم تحكمه مصالح، وأعتقد أنه من مصلحة الجيران، من مصلحة الأصدقاء، معناها أنه تونس تكون معناها دولة مستقرة. مع الأسف الشديد الوضع الحالي اللي تعيشه بلادنا معناها لا يؤشر باستقرار، بل بالعكس هو يؤشر لربما اضطرابات معناها اجتماعية، لربما مرحلة انتع عدم استقرار ستنسف المكتسبات التي حققناها بفضل ثورة الحرية والكرامة.